تغيير جذري كبير بيحصل في تعامل البنك المركزي والحكومة المصرية مع أزمة نقص الدولار. في الشهور الأخيرة مصر بتتبنى شعار خير وسيلة للدفاع هو الهجوم، وبعد ما كانت الحكومة رد فعل على اللي بيحصل في سوق الصرف بقت هي الفعل. التحركات اللي بتحصل في الأيام الأخيرة هتعمل قلبان في أزمة نقص العملة اللي مصر بتعاني منها من مارس 2022 ولحد دلوقتي. خلال أيام مصر هتعقد الصفقة الكبرى اللي هتغير كل قواعد اللعبة. يا ترى الصفقة دي وإيه تأثيرها على الدولار؟ وهل مصر فعلا ممكن تخلص من أزمة سوق الصرف وتقضي على السوق السوداء للدولار؟ وإيه دور السعودية وروسيا في اللي هيحصل؟ بانكير، نبض البنوك. اللي متابع تحركات البنك المركزي في الفترة الأخيرة هيعرف إن مصر بدأت تتحرك بشكل رسمي لوضع نهاية لفوضى سوق الصرف. حسن عبد الله خلال زيارته الأخيرة للصين عقد 3 اجتماعات في غاية الأهمية. الاجتماع الأول مع رئيس بنك التنمية الجديد، وده تقدر تقول عليه كده الذراع الاستثمارية لتحالف بريكس، واللي بيضم 5 من كبار الدول هم الصين وروسيا والهند وجنوب إفريقيا وأيضا البرازيل. الاجتماع الثاني كان مع محافظ البنك الشعب الصيني، وده البنك المركزي المسؤول عن السياسة النقدية في الصين. أما الاجتماع الثالث فكان مع محافظ مصر في الإمارات المركزي. في نهاية سلسلة الاجتماعات دي تم الإعلان عن توقيع اتفاقية ثنائية مهمة جداً مع الإمارات لمقايضة الدرهم الإماراتي والجنيه المصري. بتتيح الاتفاقية الجديدة للطرفين مقايضة العملات المحلية بقيمة رسمية بتصل إلى 5 مليار درهم إماراتي و42 مليار جنيه مصري. بتأتي اتفاقية مبادلة عملات بين مصر والإمارات في إطار التعاون المستمر بين البلدين ودعم للتعاون المشترك، وبتعتبر عملية المقايضة حجر الأساس في دعم التعاون المالي بين البلدين بالعملة المحلية. مصر كمان في الاجتماع مع محافظ مصر في الصين الشعبي فتحت موضوع مبادلة العملات المحلية. في تطورات إيجابية مهمة هتحصل في الملف ده خلال الأيام اللي جاية. وزي ما احنا عارفين الصين واحدة من أهم الدول المؤسسة لبريكس. حجم التجارة بينها وبين مصر كبير جدا، بيوصل لحوالي 17 مليار دولار سنويا. طبعا توقيع اتفاقية مبادلة عملات مع بكين هيخلي مصر تقدر توفر المبلغ ده، لأن أي حاجة هتشتريها من الصين هتدفع سعرها مش بالدولار زي ما كان بيحصل قبل كده. يعني في 17 مليار دولار من فاتورة الاستيراد هتتشال من على كاهل البنك المركزي، وده طبعا رقم كبير جدا. لكن ايه موضوع الصفقة الكبرى اللي اتكلمنا عليه في بداية الفيديو ده؟ بص يا سيدي، مصر بدأت من فترة طويلة اتصالات مكثفة مع الجانب السعودي لتوقيع اتفاقية مبادلة عملات مع المملكة العربية السعودية وكمان مع دولة روسيا، ومن المتوقع الوصول لاتفاقيات نهائية في الملف ده وقبل نهاية 2023. يعني مصر هتخش السنة الجديدة وهي موقعة حوالي 4 أو 5 اتفاقيات مبادلة عملات محلية مع دول مهمة جدا، حجم التبادل التجاري بيننا وبينهم كبير جدا. يعني مثلا وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية ارتفع ليصل إلى 10.4 مليار دولار خلال عام 2022، وده مقابل 9.1 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.5%. وسجلت قيمة الصادرات المصرية للسعودية 2.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 11.2%. وبلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 7.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.9 مليار دولار، وده خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14.3%. كمان روسيا حجم التبادل التجاري بيننا وبينها كبير جدا، وبيوصل لحوالي 5 مليار دولار سنويا، وبنستورد منها كميات كبيرة من استهلاكنا سواء من القمح، والمبلغ ده هيتم توفيره لو عملنا مع موسكو اتفاقية مبادلة العملات المحلية. بعيدا عن الاتفاقيات دي، في حدث مهم جدا بينتظره سوق المصرفي انفردنا بيه هنا في بنكير. المعلومات الخاصة بيه بتقول ان البنك المركزي المصري هيحدد شهر اكتوبر الجاي لاطلاق مؤشر الجنيه المصري لتحديد السعر العادل للعملة المصرية امام سلة من العملات العالمية، منها اليورو والاسترليني واليوان والروبل والين، وكمان بعض المعادن النفيسة زي
زي الذهب. المعلومات بتقول كمان ان زيارة محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله الأخيرة لكل من الصين والاتفاق على تبادل او مبادلة العملات كانت تمهيدا لإطلاق مؤشر الجنيه المصري. كانت معاكم هبة محمد. بانكير نبض البنوك.